ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في سيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لاخر مسلسل رمضاني معانا السنه دي، وهو مسلسل شاهد عيان. ده هيكون اخر تريلر لمسلسلات رمضان بالنسبه لي انا هنا على هوم سينما. تقريبا احنا بنسبه 99% غطينا مسلسلات رمضان كلها. على ما اعتقد في مسلسل اسمه النحات، ده مسلسل بتاع باسل خياط، بس ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي، ما عملتوش تريلر رياكشن، بس ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه على الرغم ان انا من محبين باسل خياط. متابعه من اول لما عمل مسلسل 30 يوم وعجبني دور بتاعه جدا، واتفرجت عليه في المسلسل اللي كان طالع مع خالد النبوي فيه، سبع ارواح تقريبا كان اسمه. واتفرجت تقريبا كمان كان في مسلسل تاني كان عمله بس انا مش فاكر اسمه، اللي هو بتاع الوحوش اللي بره دول، الوحوش اللي بره دول يا رانيا، ده انا فاكر اسم، مش فاكر اسم المسلسل، بس المسلسل ده على فكره كان حلو قوي. انا عجبني اول مسلسل ده وعجبتني النهايه بتاعته كمان بالبلوت تويست اللي كان في الاخر. انا بجد من محبين باسل خياط، بس للاسف مش هتفرج على المسلسل بتاعه السنه دي لان المسلسل بتاعه مش مصري، مسلسل مش تقريبا سوري ولا حاجه زي كده يعني. السنة اللي فاتت كان عامل مسلسل برضو اللي هو الكاتب، كنت عايز اتفرج عليه ولكن للأسف برضو ما اتفرجتش عليه لان كان فيه كمية يعني اوفرلابس من كمية مسلسلات رمضان. السنة اللي فاتت عامل ريفيو ل 12 مسلسل، فحرفيا ما كانش عندي وقت ان انا احط كمان مسلسل، ان انا يعني قلت ان انا هتفرج على 12 مسلسل انا اخترتهم وقلت هحط كمان المسلسل ده معاهم لو هيبقى فيه وقت، لكن للأسف ما كانش فيه وقت ان انا اتفرج على حتى اول حلقة يعني. للاسف ما اتفرجتش عليه، وما كانش برضو مسلسل مصري، تقريبا كان مسلسل سوري برضو، حاجه زي كده يعني. للاسف ما اتفرجتش عليه، وعلى الرغم ان كنت عايز اتفرج عليه بس طبعا ما كانش عندي وقت ان انا اتفرج عليه عشان اتفرجت على 12 مسلسل تانيين ولا 13 مسلسل، 12 مسلسل فما كانش عندي وقت ان انا اتفرج على المسلسل بتاع الكاتب. انا قلت لو كان هيبقى عندي وقت كنت هتفرج على اول حلقه، لو عجبتني هكمل، ما عجبتنيش هقلب، لكن للاسف ما اتفرجتش حتى على اول حلقه. ده بالنسبة للنحات. بالنسبة ان كان قالوا ان كان في مسلسل تاني كان المفروض ينزل وما نزلش وكنت مستنيه، كان برضو مسلسل كوميدي اسمه جمجوم وفيديو. الاول كان اسمه الشركة الألمانية لإبادة الخوارق، حاجة زي كده يعني، بتاع توتا محمد عبد الرحمن ومحمد سلام ومحمد ثروت وكده. كنت عايز اتفرج على المسلسل ده لو كان اتعمل، بس للأسف ما نزلش وما نزلهوش تريلر. ما اعرفش هو اتأجل ولا ما اتأجلش لحد النهارده يعني، رمضان فضل 4 أيام وما نزلوش تريلر ولا نزل له تيزر ولا نزل له اي حاجه، فتقريبا هو هيتاجل على الرغم انا كنت عايز اشوفه يعني. في مسلسل اسود فاتح بتاع هيفاء وهبي برضو اتاجل، كان المفروض ينزل وما نزلش، وعلى الرغم ان هيفاء وهبي لو كان حتى كانت عملت المسلسل عملت له تريلر رياكشن، ما عملتلوش تريلر رياكشن ما اعتقدش انا كنت هتفرج عليه خالص اصلا، لان انا مش من محبين هيفاء وهبي، تمثيلها بالنسبه لي ما بقتنعش بتمثيلها النهائي. بالنسبه ان كان في مسلسل تاني لاحمد عز كان المفروض يعمله بس ما عملهوش تقريبا، كان اسمه هجمه مرتده باين حاجه زي كده، ما نزلهوش برده تقريبا، اتاجل لرمضان الجاي. بالنسبه للزيبق 2 برده اللي انا مستنيه بقى لي تقريبا 4 سنين ولا 5 سنين حاجه زي كده، لسه برده الجزء التاني بتاعه ما نزلش، كان المفروض قالوا ان هو هينزل وما نزلش، في مشاكل في الانتاج حاجه زي كده يعني على حسب ما كنت قاري. في برده المفروض الكبير الجزء الجديد الجزء السادس كان المفروض ينزل بس برده اتاجل، معرفش هم اصلا صوروا ولا ما صوروش يعني. اللي استغربته جدا 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 ان دنيا سمير غانم السنه دي ما عملتش اي حاجه، فده شيء غريب جدا، ولا هي ولا ايمي. الله اعلم، ممكن يكون في تريلر ممكن ينزل بكره، لسه برضو مش عارفين اي حاجه، بس انا بجد زعلت قوي ان دنيا سمير غانم ما عملتش مسلسل، لان انا اتفرجت على لهفه، انا بعشق المسلسل ده بيضحكني جدا، واتفرجت على بدل حدوته 3 برضو كان حلو، بس القصه اللي كانت في الاخر هي اللي كانت لذيذه، كانت احسن قصه يعني. الجزء الثالث بتاع القصه كانت احلى، وبعد كده الجزء الاولاني، الجزء الثاني بتاع لهفه اللي في النص ده ما عجبنيش خالص. انا من وجهه نظري ما كانش المفروض يعملوه يعني، كان خلوا يعملوا الجزء الاول والثاني كان هيبقى احسن، 15 حلقه و15 حلقه كان هيبقى احلى بكتير يعني. الجزء بتاع لهفه ده بصراحه مسخوه جدا يعني، لهفه المسلسل بتاع لهفه كان هو اللي كان حلو قوي يعني. كان عملت ايه كبير، طبعا دور في كبير كان رائع. كان في مسلسل اللي هو كان اسمه ايه، المسلسل اللي هو بتاع الطياره ده، نسيت اسمه، بتاع دنيا وحمدي المرغني وثروت، وكان في ضيوف شرف كتير، لالا لاند، كان اسمه لالا لاند، كان في لالا لاند ده كان حلو برده كان لذيذ يعني، بس انا بحب لهفه اكتر. بس
ده بالنسبه لمسلسلات رمضان. بالنسبه للحاجات اللي اتاجلت وبالنسبه تقريبا التريلرز كلها خلصت، احنا تقريبا عملنا تريلر رياكشن لمسلسلات رمضان كلها ما عدا الكام واحد اللي قلنا عليهم دول. ده هيكون اخر تريلر رياكشن معانا في مسلسلات رمضان السنه دي، اللي هو شاهد عيان بتاع حسن رداد، المسلسل بتاع حسن رداد. ما شوفش التريلر ولا مره، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره. يلا بينا. بني ادم غريب قوي، لما بيحس بخطر بيبص على اهم حاجه بالنسبه له. ده الماضي، مش هينفع نغير فيه حاجة، احنا بس بنتعلم نتأقلم معاه. انت برضه مصمم تيجي معايا؟ ما ينفعش اسيبك تروح مشوار زي ده لوحدك. كده كل حاجة بقت منطقية. وهتكون مفكر انت مأمن الشنطة كده، احنا بقالنا شهر مراقبينك وعارفين انك هتاخد احتياطاتك كويس. الشنطة مع اللي اتحرك الشمال. اطلع! تحت بس! قبل ما يتعشى بيا. اوكي، ده بالنسبه للمسلسل بتاع شاهد عيان. هيبقى فيه حسن رداد، وهيبقى فيه بسمه وهنشيح او حمد لطفي. التاليف لاحمد مجدي، والاخراج لمحمد عبد الرحمن حماقي، اللي هو محمد حماقي، مش محمد حماقي المغني، محمد حماقي ده مخرج يعني. ما عنديش كلام كتير اقوله. اللي فهمته من التريلر ان هو تقريبا ضابط شرطه وبيهجم حد، بيهجم على بيته وعايز يموت مراته، وهيخطف ولا يخطف مراته وهيخطف بنته، وات ايفر بقى. في 30 حلقه شكلها هيدور على مراته وبنته، او ممكن يكون قتل مراته، بس ما اعتقدش هيموتوا بسمه من اول حلقه ولا من تاني حلقه يعني. هتبقى حاجه شبه كده يعني. هكون صريح معاكم، المسلسل برده ما شدنيش. نسبة ترقبي دي 4/10، مش اكتر من كده. بس ده كان اخر تريلر رياكشن معانا السنة دي في رمضان 2020. ترقبوا مني بقى، هعمل فيديو زي ما قلت قبل كده الفترة اللي جاية، الفترة اللي جاية كمان يومين تقريبا، كمان كام يوم قبل رمضان اكيد، وش قبلها ممكن قبل رمضان بيوم او قبل رمضان بيومين، لسه برضو مش عارف. هعمل لكم زي اما لايف فيديو هطلع اكفر فيه بقى، او هقول فيه الملخص بتاع مسلسلات رمضان السنه دي قبل السباق الرمضاني، قبل ما نخش في المسلسلات هتكلم وهقول ايه، واقول هقول ايه اللي هتابعه وايه اللي مش هتابعه وكده. او هعمل لكم فيديو عادي جدا زي الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده، مش هطلع لايف، هشوف يعني على حسب يعني، لسه مش عارف. بس غالبا بنسبه كبيره هيبقى لايف فيديو، غالبا يعني هيبقى لايف فيديو يعني، هيبقى احسن يعني انه نعيد التجربه اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. بس يا رب ان الانترنت يكون احسن من اخر مره، لان بصراحه الانترنت اخر مره كان بالنسبه لي كان شلل يعني. فممكن نعيد التجربه برده مره ثانيه بتاعت اللايف فيديو. ان شاء الله حاجه كده كده احنا قاعدين في بيوتنا معززين مكرمين، فخلينا قاعدين نعملوا لايف ونسلي بعضنا، انا اسليكوا وانتوا تسلوني والدنيا تبقى زي الفل يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقوله النهارده على الفيديو ده. ده كان اخر تريلر زي ما قلت مسلسلات رمضان. ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.